عبد الناصر ولاد عبد الله عضو اللجنه الوطنيه لضحايا امتحان المحاماه. كما كتشوفوا ان اللجنه الوطنيه لضحايا امتحان المحاماه لا زالت مستمره في المعركه النضاليه ديالها، هي معركه نضاليه ضد واحد المجموعه ديال الفساد والخروقات اللي شابت امتحان المحاماه. واليوم اليوم كنجسدوا تقريبا الذكرى السنويه على مرور ديك المهزله وديك الفضيحه ديال امتحان المحاماه اللي كانت الخروقات واضحه ومفضوحه للراي العام ومفضوح الاعلام. كنشوف كيفاش انه تم تمرير مجموعه ديال الناجحين اللي ما عندهمش شواهد ديال الاجازه، الناس اللي ما تسجلوش في الوقت القانوني ودوزوهم في الامتحان فقط لانهم مقربين من السوهبي ومن الطيف الحزبي ديالو. اذا كانت هي واحد الوزيعه سياسيه وعائليه اللي مفضوحه، ولا يمكن حنا كخريجي ديال القانون والناس اللي متشبعين بالثقافه القانونيه والحقوقيه اننا يعني نتبعوا مع هاد المعاملات وهاد الخروقات هذه اللي كتضرب في المضامين الدستوريه ديال تكافؤ الفرص وديال الشفافيه. ولا يمكن اننا نبقاو حنا كولاد الشعب ضحيه للوزيعه السياسيه والعائليه ديالهم في الوقت اللي كيتم التهميش ديالنا مقابل انجاح ناس اللي ما عندهمش الكفاءه، ناس اللي ما عندهمش حتى ادنى المؤهلات القانونيه من خلال انهم ما عندهمش شهادات جامعيه في القانون، ناس اللي دازوا عن طريق لوائح حزبيه ولوائح سياسيه، ناس اللي دازوا عن طريق لوائح مهنيه. وشفنا الفساد اللي كان باعتراف واحد المجموعه ديال الساده المحامين وديال مجموعه ديال الاساتذه الجامعيين. لذلك كنقولوا كفى من العبث، كفى من المحسوبيه والزبونيه، وانه لا يمكن اننا نخليو هذه الامور تستمر، واننا مستمرين في هذه المعركه النضاليه حتى يتم احقاق الحقوق ديالنا وحتى يتم الانصاف ديالنا كمرصبين في هذه الفضيحه وفي هذه المهزله اللي كانت سابقه في تاريخ المباريات والامتحانات العموميه. الخطوه المستقبليه، احنا الخطوات المستقبليه لازلنا مستمرين في الترافع امام يعني المؤسسه الدستوريه، لازلنا يعني في الملف مازال معروض امام القضاء وسيتم الاحاله ديالو على المحكمه الاداريه. كذلك الى ما تمش الانصاف ديالنا غنتوجهوا بطبيعه الحال للجهات العليا في المملكه، في حاله لم يتم الانصاف ديالنا غنتوجهوا للاليات الامميه، وربما غادي نخوضوا خطوات تصعيديه لان المعركه ديالنا معركه عادله، ولان هناك حجج وادله دامغه على الفساد ديال الامتحان. ولا يمكن انه نستمر في هذا الوضع دون ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وما يمكنش انه يبقى الافلات من العقاب في هذا الوقت اللي كنتمناو انه تكون واحد الحمله قويه على الفساد، بدل انه يتم التطبيع مع الفساد ويتم التهرب من محاسبه الناس اللي متورطين في مثل هذه المهازل هذه. بسم الحمامه عن العضو اللجنه الوطنيه لضحايا امتحان المحاماه، نؤكد ونواصل مطالبنا المشروعه ونضالنا المشروع، ونحن هنا بتخليد الذكرى السنويه لفساد امتحان المحاماه ولفساد وزاره وهبي وزاره العدل التي ابانت عن جميع فسادها سواء في الامتحان الاول او في الامتحان الثاني بمبادره تلقائيه من تدخل وسيط المملكه. وعليه نؤكد نحن المناضلون على انصاف جميع المرسبين وحتى تحقيق المطالب المشروعه، ونحن مستمرون في النضال الى ابعد مدى. نؤكد على مطالبنا المشروعه، ونحن متمسكون بفتح التحقيق وربط المسؤوليه بالمحاسبه في الفساد الذي شبه امتحانين الاول والثاني. حكيسين زيران عضو اللجنه الوطنيه ضحايا امتحان المحاماه، احنا اليوم كنخلدوا الذكرى السنويه على فضيحه امتحان المحاماه، يعني على واحد مرور سنه يعني سنه من الافلات من العقاب دون انفاذ القانون، دون تحقيق العداله، دون يعني محاسبه المتورطين في الفضيحه ديال امتحان المحاماه اللي يعني العالم كله يعني ولا على اطلاع بهذه الفضيحه هذه، ماشي غير الراي العام المحلي ولكن حتى الراي العام الدولي. ولكن كنقولوا الى 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 متى يعني غيبقاو هاد الناس هادو يعني خارج يد العداله؟ فهاد الامور هذه يعني هاد التلاعب بامتحانات ومباريات فهو كيفقد المصداقيه داخل المؤسسات ديال الدوله، كذلك هو كضعف الدوله، ماشي احتجاج هو كضعف الدوله، بالعكس الاحتجاج هو كيقوي الدوله، والمحاسبه ترفع يعني صوره الدوله وتعلي من 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 من, من وجه الدوله يعني امام الدول. فاحنا كنقولوا خاص المحاسبه ديال المتورطين في فضيحه ديال امتحان المحاماه، كيخاص فتح تحقيق الخروقات اللي شافت امتحان ديال المحاماه سواء ديال 2022 ولا 2023، والمحاسبه ديال هاد الناس هادو، واللي كياكد انه فعلا هذا الامتحان فاسد ديال 2022 والامتحان الاخر تو فاسد هو تدخل ديال الوسيط وتفعيل المبادره التلقائيه اللي جات. فهاد المبادره التلقائيه راه ما كتفعلش غير هكاك، فهو كيفعل من الاداره كدير شي امور يعني منافيه للعدل والانصاف او منافيه للعداله، فالتدخل ديالو كياكد اننا على حق. حنا كنطالبوا ان تكون واحد الاستمراريه وتدخل النيابه العامه وتفتح واحد التحقيق. وكذلك واش كاين شي تواصل ما بينكم وبين الوزاره؟ لا، الوزاره تستخدم اذان صماء، الوزاره هي خصمونا، فهي ساده البيبان. وحتى في الحوارات ديالها اللي كانت دارت مع المرسبين يعني منذ بدايه المعركه هذه كانت يعني فقط من اجل يعني انها تشري واحد الاصوات اللي كانت كتحتاج، او لانها تحايل، او لانها تحاول انها تخدم الملف بطريقه سياسيه وليس بطريقه يعني عادله ومن اجل مثلا انصاف المتضررين في الامتحان هذا. شكرا على المشاهدة.
إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.